أحمد ملا طلال. السلام عليكم. وزارة الصحة كشفت اليوم أنه 20,000 طبيب هاجر من العراق خلال السنوات الماضية، والسبب يعود لمشكلة الأجور والتهديدات اللي طالهم. المتحدث باسم الوزارة سيف البدر أدلى بالتصريح وقال أنه العدد هو 20,000 رغم عدم وجود إحصائية دقيقة، وذكر أنه الطبيب العراقي مشهود له بالكفاءة، وبالتالي دول الجوار والعالم تستقبله لأنه جاهز وصاحب خبرة كبيرة. سيف البدر أضاف أن الأجور والتهديد من أبرز الأسباب اللي تخلي الطبيب العراقي يهاجر، وأشار أن معدل أجر الطبيب والممرض بالعراق يعتبر قليل مقارنة مع ما يتقاضاه الأطباء والممرضون بدول الجوار. متحدث باسم الوزارة أضاف أن التهديدات والملاحقات العشائرية اللي يتعرض لها الطبيب تعتبر عامل ثاني للهجرة، وأشار أن الأخطاء الطبية ممكن حدوثها بأي مستشفى بالعالم، وحتى يثبت الخطأ نحتاج لرأي فني وقانوني، وهذا يدفع بالطبيب للهجرة. البدر أنهى تصريحه بالقول أن العراق حاليا يعاني من نقص كبير بالملاكات الطبية والتمريضية بالوقت اللي نحاول استقطاب الأطباء المهاجرين من أصحاب الخبرات. هذا التصريح ثار انتباهنا اليوم. أما ملفنا لهذه الليلة فهو جالوب تستطلع العراقيين بعد مئوية عبد المهدي. بالأمثال يقولون للدلالة على عدم التعجل الله بنى بيته بسبعة أيام، بس للأسف ما قالوا شيء عن الفترات اللي تحتاجها الحكومات بالعراق حتى تسوي شيء ملموس، ابتداء من مهلة المئة يوم اللي تعهد بيها نور المالكي بعد تظاهرات 2011، وانتهاء بالمئة يوم مال عادل عبد المهدي اللي المفروض خلصت ولازم نجمع الوارد مالها. مؤسسة جالوب العالمية المختصة باستطلاعات الرأي واللي عمرها أكثر من 60 سنة وتقدم خدمات 160 دولة حطت عقلها ويا هالسالفة، فرعها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أجرى استطلاع علمي ودقيق عن مستوى رضا العراقيين بأداء الرئاسات الثلاث وقضايا أخرى تزامنا مع انتهاء المئة يوم المهلة الممنوحة لحكومة عبد المهدي. العمل الميداني لهاي المؤسسة كان بالتحديد بين 20 و30 من شهر كانون الثاني الماضي. المؤسسة عرضت النتائج اليوم بمؤتمر في فندق الرشيد وشمل 3 أقسام. القسم الأول عرضت به المؤسسة نتائج الاستطلاع حول قناعة العراقيين بأداء الرئاسات الثلاث، أما الثاني فشافت به شلون العراقيين يتعاطون مع وسائل الإعلام التقليدية وكذلك السوشيال ميديا. أما بالعرض الثالث فعرضت المؤسسة نتائج استطلاعها اللي يخص قناعات العراقيين المختلفة حول قضايا جوهرية وحساسة تابعتها المؤسسة من سنة 2003 ولحد الآن. إذا رجعنا للقسم الأول ودققنا بنتائجه راح نشوف مدى قناعة العراقيين بأداء برهم صالح كرئيس جمهورية وعادل عبد المهدي كرئيس وزراء ومحمد الحلبوسي كرئيس لمجلس النواب، ثم شنو رأي العراقيين بأداء المؤسسة القضائية. نعوف القسم الأول ونروح للثاني، راح نكتشف نسبة العراقيين اللي يعتبرون التلفزيون كوسيلة إعلام أساسية ومصدر رئيس لمعرفة المعلومات، وراح نعرف أيضا إيش قد منهم بدأوا يعتمدون على الفيسبوك وتويتر وغيرها، وإيش قد نسبة اللي بعدهم يعتبرون خطب الجمعة هي المصدر. المؤسسة ما نسيت تسأل العراقيين يا قناة تتابعوها يومية ويا برنامج تشوفوه. أما القسم الأخير فتناول قضايا مهمة وحساسة
شاغلتنا ومدوختنا من 2003 لحد الآن، مثل الفدرالية وفصل الدين عن السياسة وغيرها. هذا كله وصف عام لهذا الاستطلاع، أما تفاصيل الاستطلاع فما راح نعرضها بالتقرير هالمرة، لكن راح نناقشها فقرة فقرة بسياق حلقة اليوم. اصبروا علينا، ومثل ما قلنا لكم بالبداية بيت الله ما بنا بيوم واحد. أرحب بكم وأناقش فقرات هذا الاستطلاع المهم مع الدكتور منقذ داغر الكناني، نائب رئيس مؤسسة جالوب ومديرها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حياك الله دكتور منقذ، مبارك لكم هذا الجهد. شكرا. بس من حقي من حق أي واحد يشكك بالأرقام اللي راح تطلع خلال سياق هاي الحلقة، وتعرف احنا دائما نشكك بكل شيء. صحيح. وعندنا نظرية المؤامرة شغالة. صحيح. زين، شنو اللي يخليني يعني واثق انه هذا الاستطلاع خضع لي خلينا نقول عملية علمية دقيقة، وشنو اللي يخليني ما اشك انه بدوافع سياسية مثلا؟ نعم. شكرا استاذ احمد، وشكرا لهذه الفرصه حتى نظهر للراي العام بعض البيانات والمعلومات المهمه. مؤسستنا كمؤسسه دوليه هي الاكبر في العالم، وهي الاشهر في مجال استطلاعات الراي، ونعتمد في استطلاعاتنا على ادق المعايير العلميه الدوليه. بمعنى احنا عندنا كادر مدرب، ومن 2003 لحد اليوم يشتغل مدرب في أرقى المعاهد والمؤسسات. العينات التي نسحبها عينات على العينة. نعم. عينة هذا طبعا هو هذا من 20 واحد إلى 20 إلى 30 واحد. صحيح. بعد 100 يوم. بالضبط، بعد 100 يوم من نيل حكومة عادل عبد المهدي الثقة. صحيح. زين، وصف لي هاي العينة. نعم. أريد أعرف شقد عددها. نعم. أريد أعرف شنو المستوى العلمي للناس اللي استطلعتوهم. نعم. أماكن تواجدهم. نعم. المحافظات اللي زرتوها وزارها المندوبين اللي عندكم. نعم. نعم. يعني إذا نشوف السلايد رقم 4 بال شباب، خليكم ويا الدكتور. نعم. أي نعم، منهجية البحث. هذه الاستطلاع هو تم 1300 مقابلة أجريت وجها لوجه. زي. في المحافظات الرئيسة بالعراق، مختلف مناطق العراق. نسبة الخطأ المسموح به في هذا الاستطلاع هي 2.8%، وهي بموجب معادلة إحصائية دقيقة. درجة احتمال صدقية هذا الاستطلاع توصل إلى 95%. تاريخ العمل الميداني مثل ما مذكور من 20 إلى 30 كانون الثاني. وإحنا نجري الاستطلاع كل شيء كمبيوترايزد، كل شيء على الكمبيوتر. باحثين يحملون كمبيوترات تابلتات مسيطر عليها من قبل المركز، ونستطيع أن نتعقب حركتهم بالجي بي اس. نسجل لهم كل المقابلات تسجيل صوتي. هم مدربين على أعلى مستوى، احنا ضامنين انهم لا ينتمون الى اي جهة او اي مؤسسة. وين راحوا؟ وين راحوا ذول 1300؟ ايش قد بيهم؟ نعم. متعلمين؟ ايش قد بيهم اميين؟ ايش قد نعم. بيهم نساء؟ ايش قد بيهم رجال؟ نعم. ايش قد بيهم كرد؟ ايش قد بيهم عرب؟ نعم. يعني اريد اعرف. نعم. اعرف هاي التفصيلة. نعم. العينة شملت كل العراق، وبموجب التوزيع الديموغرافي سكان العراق. بمعنى بالعراق عندنا مثلا 49% وكسور، يعني 49 point something اللي هي النساء، فاحنا في العينة عندنا 49 point something اللي هي النساء من 1300. من 1300. زين، لما نقول عندنا 30% تحت خط مستوى الفقر، إذا احنا 30% من العينة مالتنا هم من هذه الشريحة. لما نقول عندنا 7% هم خريجين جامعات بموجب الإحصاء السكاني أو هذه، إذا عندنا 7% من العينة مالتنا هي خريجة جامعات، وهكذا. جيد.
فإحنا مغطين كل شرائح المجتمع العراقي بتفاصيله. مقتنع بنسبة الخطأ اللي موجودة؟ نعم هي نسبة خطأ 2.8. نعم مقتنع بها؟ نعم هي شنو المقصود بها حتى يكون واضح 2.8 نسبة الخطأ؟ يعني عندما نقول أنه مثلا 40% من العراقيين يؤيدون حكومة عادل عبد المهدي، فإن 40% تعني أن هذا ممكن تكون 42.8 وممكن تكون 37.2. فهذا القصد حتى يعني اكو هامش خطا هذا احصائي، لانه احنا مو مثل الفيزياء يعني. لا طبعا كل علماء الاحصاء يستخدمون هاي الاليه. زين حتى نستثمر الوقت لان هواي عندنا ارقام. صحيح راح يتفاجئون بها البعض. يزعلون من هالبعض. يزعلون زين ولا قسم راح يرضون يفرحون طبعا. نعم خلينا نبلش. صحيح نبلش بمن؟ نبلش بالرئاسات الثلاثه. نبلش بالرئاسات الثلاثه رقم 6 بالشباب رقم 6 فخامة رئيس الجمهورية دكتور برهم الصالح، ما مدى رضاك؟ هذا السؤال اللي يعرضه مندوبكم على المستفتى. نعم المستطلع رأيه. صحيح. ما مدى رضاك عن اختيار برهم الصالح رئيسا للجمهورية؟ نعم. زين كما ترى فإن أو يرى المشاهد على المستوى العام 48% هاي المحصلة. المحصلة العامة 48% من العراقيين نعم أبدوا رضا رضاهم نعم باختيار برهم صالح رئيس الجمهورية. هنا اختيار برهم صالح لو الرأي يعكس أداء برهم صالح كرئيس الجمهورية. هو شوف الحالة النفسية للمواطن تتحكم بالموضوع، لكنه هنا احنا السؤال واضح ونكرر عليه والمندوب مدرب أن يسأله عن طريقة الاختيار، يعني نسأله بتحديدا عن طريقة الاختيار لأن عندنا سؤال ثاني عن الأداء. هنا أنا فقط طريقة الاختيار اللي أجري. بس تقدر تقول يا ما أدري إذا يحق لي إنه علماء النفس يقول لك هو من مرتاح أحسن للاختيار فهو مرتاح للأداء. نعم. زين. نعم. خلنا نأخذها بالتفصيل هذه 48% في بغداد. في بغداد 45% راضين على دكتور برهم. نعم. 45 عن اختيار دكتور برهم. عن اختيار دكتور برهم. نعم عن اختيار دكتور برهم. زين. وفي الجنوب 47%. أنا أقصد بالجنوب كل المحافظات التي تقع جنوب بغداد. من بغداد وجوه. صحيح. زين. ثم في الشمال العربي. وأنا أقصد بالشمال العربي حتى أبتعد عن التسميات الطائفية. في الشمال العربي. 56. نعم نسبة الرضا عن الاختيار هي أعلى. 56. طبعا طبيعي في إذا رحنا على كردستان طبيعي تكون النسبة أعلى 68%. لكن هذه النسبة موزعة مثل ما تلاحظ. أي بالله. أهل السليمانية 85% راضين. مؤلف دكتور طبعا أكيد هذه منطقته وهو ابن سليمانية. في أربيل 48% اللي راضين عن اختيار دكتور برهم. اقول لك احنا هم ترى نستثمر بعض فوت سياسه. فوت سياسه. 48% من اهالي اربيل في معقل الديمقراطي الكردستاني ونصهم تقريبا راضين على دكتور برهم. صحيح. خلي الديمقراطي الكردستاني راجع نفسه شوي. زين. طيب. نروح على شو تقول؟ نخلي رئيس الوزراء الثالث. نخلي. نروح على رئيس مجلس النواب. نروح على رئيس مجلس النواب. طيب. نروح على رئيس. نخلي التشويق يعني للأخير. ليش أكو تشويق يا دكتور عادل؟ لا. نروح على. السيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوشي. لا العفو هذه. محمد الحلبوشي. أي نعم. هنا إحنا ما نحكي عن ما سألنا عن. الرضا عن طريقة الاختيار. لا عاد. باعتبار. السؤال هنا ما موجود. السؤال هو على مقياس من 1 إلى 10. ايه؟ من 10 درجات. ايه؟ تخبرني عن تقييمك لرئيس البرلمان. زين. فهنا احنا ما نسأل عن طريقة الاختيار باعتبار ان الاختيار لممثلي الشعب جرى من الشعب نفسه. زين. فهذا احنا ما نحكم عليه. هنا السؤال عن الأداء. عن الأداء. زين. فالكلي المجموع الكلي يعني على المستوى العراق ككل اللي هو العمود اللي بصف الصوره مال السيد. نعم. رئيس مجلس النواب اللي هو اخذ 4 من 10. لم يصل درجه الخمسه، خلينا نقول درجه النجاح 4 من 10. 4 من 10 اللي نقدر نقول هي 40%. 40%. 40%. اي الج
بالجنوب، بالجنوب نفس الشيء. نعم، في بغداد 3.5 أخذ. بغداد 3.5. في الشمال العربي بالتأكيد تكون شوية أعلى نسبته. 5 هنا. 5. في كردستان. يعني 50%. نعم. في كردستان. 4. 40%. 4 من 10. 4 من 10. نعم. زين. تقييم العراقيين لأداء رئيس مجلس النواب سيد محمد الحلبوسي. في حين إذا. والله عمي أبو رأي كان على شو اسمه يستأهل أكثر، ما أعرف ليش. لأنه يعني هو هذا نقدر نعتبره تقييم للمؤسسة. التقييم المؤسسة هذا تقييم. بعدين خلينا نقيم المؤسسة كمجلس نواب عندك. كم أي نعم. ايه؟ في الرقم 10. العفو. رقم 10 شباب. رقم 10. أي. زين. أي نعم. في التقييم المؤسسة أقل. من صار السؤال على المؤسسة. صح نعم، من سألنا على البرلمان تقييم. أي. البرلمان مثل. أي. ما تلاحظ على مقياس من شباب. واحد إلى عشرة. من واحد إلى عشرة. نعم. تشوف جوا المجموع الكلي للعراق 3.7. راضين على أداء المؤسسة. نعم. زين. وهذا يتباين من منطقة إلى أخرى. الجنوب 3 من 10. بغداد 3 من 10. الشمال العربي 4 من 10. وكردستان 4 من 10. نعم. زين. إذا نروح على الأداء للدكتور برهم صالح 8. في نعم نلاحظ أنه نعم. إيه هذه كردستان 7 من 10. 7 من 10 أداء دكتور برهم. نعم. شمال العربي 5. نعم. من 10 وكذا. بغداد 4 من 10. والجنوب 4 من 10. 4 والمحصلة هي 4.6. نعم. حتى المواطن لا يتصور انه هذا المعدل يقول 4.6 اذا نجمع 4+4+5+7 يطلع. لا، او نقسم على 4. هنا تتحكم النسب السكانية. لا تقول هنا دكتور، شوف من تقول 4.6 يعني عندك 46% من العراقيين راضين على أداء. إذا تسمع لا التفسير. لا وكذلك رئيس مجلس النواب من أقول 4.4 يعني 40% من العراقيين. لا لا راضين عن أداء. لا شلون؟ لا مو بهذا الشكل. هي بهذا الشكل مثل ما واحد بالامتحان. أي. تقول له هذا شقد أخذ بالامتحان. أي. مو أنا شقد راضين عنه. شقد أخذ بالامتحان في أداءه. فهو أربعة أخذ 4.6 يعني ما وصل درجة النجاح خلينا يقول. اللي هي 5 من 10. هم هو كمعدل ما وصل لهذه. لكن مع هذا أقول بالخبرة وراء 16 سنة من الشغل في هذا المجال. هي وأخذين بنظر الاعتبار اتجاهات العراقيين السلبية دوما نحو الساسة. فهذه النتيجة تعتبر نتيجة جيد. مقبولة جدا وجيدة. مقبول. مقبول. نعم. زين. نعم. خلينا نرجع احنا أصل فكرة الاستطلاع اللي سوته. نعم. المؤسسة. نعم. هو مضي 100 يوم على حكومة. صحيح. عادل عبد المهدي. نعم. زين. نروح على رقم 7. زين. خلينا نرجع لرئيس الوزراء. نعم. وحكومته. نعم. السؤال هو شنو كان؟ ما مدى رضاك عن اختيار عادل عبد المهدي؟ عن اختيار. شوف هم اختيار. سؤالكم بخطأ. لا لا، عندنا سؤالين. سؤال نسأل عن عملية الاختيار. والسؤال الثاني. والسؤال الثاني عن تقييم الأداء. زين. فالسؤال الأول عن الاختيار لعادل عبد المهدي. نريد نشوف أول شيء الناس راضين عن الاختيار لو ما راضين عن الاختيار. اللي جرى بموجب الصفقة السياسية المعروفة. 45% راضين. 45 بشكل عام. بشكل عام. راضين عن الاختيار. راضين عن الاختيار. زين. نجي على الجنوب. على الجنوب. الجنوب 53% من الجنوب راضين. نعم. بغداد 48. شمال العربي 51. كردستان. ماخذ جيد جدا. كردستان 76. نعم. نعم. يعني هذه أول مرة أشوف من بدينا استطلاعات. هذا التأييد. نعم. واقف شغلكم 76 في كردستان. نعم. وهذا يخلينا. نعم. لأول مرة يبدو إقليم كردستان متفاعل. راضي عن حاكم بغداد. نعم. بهذا الشكل. نعم. هاي شغلة باحتمالين دكتور. نعم. باحتمالين. ايه؟ لو بدأوا الكرد في ظل حكومة عبد المهدي يحسون فعلا أنهم يعني عراقيين من الدرجة الأولى. نعم. بفعل أداء الدكتور عادل. سيد عادل عبد المهدي. نعم. له احتمال آخر أنه سيد عادل عبد المهدي بده يوفر لهم مقومات الانفصال وتحقيق حلمهم،
واحدة من اثنين رجع واحدة من اثنين. هذه عندك التفسير أنا لا أفسر. ما عندي تفسير أنا. أنت شو فسرته؟ شو قرأت؟ التفسير إنه 76 بعد السنوات اللي مضت يعني الرئاسات أو الفترات الرئاسية الثلاثة السابقة والمشاكل اللي حصلت بين الإقليم وبين المركز، أعتقد الإقليم الآن بهكذا يقول نحن راضون نعم عن حكومة وعن شخص السيد عادل عبد المهدي كرئيس وزراء. نعم جيد. الأداء شلون هسه؟ هذا طريقة الاختيار. نجي على الأداء اللي أداء. هو نعم رقم 9 أداء السيد عادل عبد المهدي كرئيس وزراء. نعم زين. السؤال كان نعم على مقياس من واحد على نفس الشيء المقياس من واحد على إلى 10 وهكذا نرى. هل يمكن أن تخبرني عن تقييمك لكل من الجهات التالية؟ رئيس الوزراء. رئيس الوزراء. بالجنوب ايش قد منطيه؟ بالجنوب لو نبدي بالعام 5 بالعام العام 4.6 فارز وهنا المفارقه انه قريبين جدا رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه، يبدو في اذهان الناس من طبع صوره التناغم. لا هو الواقع هذا. نعم رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه كلش قريب. متناغمين صحيح. متناغمين. نعم. اذا 4.6 من 10 نعم. المجموع الكلي الخلاصه. نعم. لكن اذا جيناها بالتفصيل الجنوب 5 من 10 5 بغداد 4 من 10 رغم رفع صبات الكونكريتية 4 من 10 نعم الشمال العربي 5 نعم وكردستان على شيء أيضا على شيء نعم اقتنع بأداء نعم خاصة بعد إقرار الموازنة وهذا يؤكد الرقم السابق. نعم بالتأكيد هذا يؤكد الرقم السابق إنه الحكومة أو الإقليم المواطنين بس هنا. رئيس وزراء عراقي يمكن أول مرة الشمال العربي المحافظات اللي بالشمال العربي نعم. تأخذ أكثر من بغداد. لا أيضا جديرة بالاهتمام. أنا أشكرك لهذا لأن هذه ملاحظة جديرة بالاهتمام. بعد تحرير الموصل وبعد تحرير هذه المناطق من داعش شاهدنا طفرة كبيرة مو فقط في هذه الأرقام، في كل ما يتعلق بتقييم أداء الحكومة لدى تلك المناطق. لا تحرقهن. نعم. خلينا نجيهن خلينا بهذا الأداء. أوكي. زين الآن احنا انطينا الأداء تقييم الأداء للرئاسات الثلاثة بعد المن سوى التقييم. هذا اكو سؤال مهم بالسؤال رقم 13 برقم 13 ما سألت الناس عن أداء الحكومة فيما يخص قطاعات معينة نعم فيما يخص الصحة التربية نعم. غيره يعني قد يروح الذهن إلى وزراء معينين رح نجي الحكومة بصورة عامة نعم. في هالقطاعات المهمة اللي تهم الناس. طيب خلينا نروح على إذا ما دام سألت عن هذا سؤال رقم أقول 12 رقم 12 خلينا نشوفها 12 شو كان السؤال؟ السؤال عن الجهاز القضائي والوزراء مدى تقييمهم درجة التقييم من 1 إلى 10 لكل من الوزراء وللجهاز القضائي. شلون دمجتوهم سؤال؟ لا كل واحد على واحد كل واحد ببحث كل واحد سؤال. ما يشملكم الدستور؟ فصل بين السلطات، شلون اسال سؤال مشترك؟ لا ما مشترك احنا نفس السؤال نسال نقول للجهات الاتيه رئيس الجمهوريه، رئيس الوزراء، الجهاز القضائي، كل واحد لهذه. هسه تقييم العراقيين للوزراء ادنى شيء هو 3.7 3 العفو فاصلة 7 3.7 هذا للوزراء من 10 نعم. من 10 الأخطر بالموضوع يعني هو جهاز القضاء يعني حتى قرار ما يفيدهم الوزراء نعم زي. جهاز القضاء جهاز القضائي نعم. 4.3 نعم وهذه لكل يعني بودي أن الجهاز القضائي يسمعون والإخوان المسؤولين عن أيضا الجهاز القضائي نسبة متدنية نعم. لسلطة مهمة وبدت تتدنى في يعني إحنا لاحظنا خلال السنوات العشرة الأخيرة تأكل في مدى شنو النتائج اللي عندكم مثلا بالاستطلاعات السابقة يعني مثلا احنا في 2013 كانت نسبة الثقة بالجهاز القضائي بحدود 70% اوف يعني 7 من 10 تقريبا يعني مو بال 7 بس 70% الان نسبة الثقة بالقضاء بالجهاز القضائي قلت بشكل كبير وبخاصة في مناطق الجنوب ليش؟ قلت هذا لاحظناها بالذات بعد
الانتخابات. بعد الانتخابات وبعد الظاهر بعد ما اللي صار بالانتخابات وتداخل الجهاز القضائي، كان هناك هبوط حاد في الرأي العام العراقي نحو الجهاز القضائي. واضح. نعم. زين، اذا رحنا على الاداء فيما يخص القطاعات اللي هي اختصاص الوزارات. نعم الوزارات، خلينا نروح على هذه الوزارات اللي هي احنا سألنا عن بعض الوزارات المهمه او القطاعات المهمه، مثل الصحه، الكهرباء، الامن، الماء، التربيه والتعليم والتعليم العالي، يعني اللي هو في 14 شباب. صحة هذه موجودة أمامنا. زين. الصحة، توليد الكهرباء، توفير إلى الكهرباء. أي مدى تعتقد أن حكومة عادل عبد المهدي نجحت في تسيير المهام التالية؟ نعم. زين، نبدأ بها من اليمين. إذا تأخذ الصحة، الصحة الأخضر اللي هي 28% فقط، 28% وهي نسبة متدنية بكل المقاييس. 28% من العراقيين يعتقدون أن حكومة عبد المهدي نجحت في المجال الصحي، في القطاع الصحي. صحيح. زين، الأزرق هذا اللي بعده اللي هو الكهرباء 33%، وهنا أنا للأخ 33% من العراقيين يعتقدون أنه أداء حكومة عبد المهدي وتحديدا وزارة الكهرباء راضين عنها 33% فقط. نعم، يعني هنا أنا يعني بدي الدكتور لؤي أخي وصديقي السيد وزير الكهرباء أن ينتبه لهذا الموضوع، بخاصة ونحن سألنا هذا السؤال في الشتاء. أها. فهذا مؤشر يعني بدي. هاي موضوع الشتاء والصيف ترى هم بدأ يعني سابقا يعني كنا نعتقد أنه نفتح سبالت بالصيف، لكن هسه نفتح سخانات ونفتح تدفئه ممكن، بس يعني يظل يعني استهلاك يظل استهلاك الشتاء اقل من استهلاك الصيف، يعني هذه ماكو شيء حاسم، يعني اكو شيء حاسم يعني على الاقل هم وزاره الكهرباء انا اشتغلت وياهم فتره من الفترات سوينا احصاءات. هذا من البخيت ابو العمود الاصفر، البخيت توفير الامن. الامن اي نعم. توفير الأمن، هذا تقييم العراقيين لحكومة عبد المهدي. نعم. بتوفير الأمن شقد؟ 52%. نعم، يعتقدون أن الحكومة ناجحة في هذا في هذا المجال، وهي مسألة إيجابية جدا تسجل للحكومة. توفير الماء 48%. هذا ما يشمل المدان طبعا، ما أعرف عن المدان بس أرجع وأقول إحنا نحكي عن الشتاء، احنا نحكي عن شتاء. مصيبه المدان صار لها 3-4 أسابيع شهر، فحتى يبقى هذا التقييم يا سياده رئيس الوزراء شوي انتبه لنا للمدان واللي جاي يصير بها. نعم. التربيه والتعليم والتعليم العالي اثنينهم التقييم منخفض 29. التربيه والتعليم تقصد بها هذا البرتقالي؟ البرتقالي. التربيه والتعليم تقصد التربيه اللي هي من سادس اعدادي فما دون. صحيح. زين، عندنا التعليم العالي اللي هو ايش قد التربيه والتعليم؟ التربيه والتعليم 29% والتعليم العالي 28%، فهي نسب يعني حتى ما وصلت لل 30%. اي واحده ما بها وزير لحد الان والثانيه وزيرها استلم قبل شهر. نعم. نعم. اي طيب، اكو سؤال مهم بال 13، هذا كثير تتداول الاوساط السياسيه. هل تعتقد ان حكومه عادل عبد المهدي، مو بس السياسي حتى الشعبيه، هل حتى تعتقد ان حكومه عادل عبد المهدي ستكمل مدتها الدستوريه البالغه 4 سنوات ام سيتم تغييرها؟ نعم. زين، الواضح انه نبتدي على اليمين الازرق، على اليمين الازرق 62% من العراقيين الإجمالي يعتقدون أنها المجموع الكلي هو العمود الأول على اليمين اللي هو 62%. صحيح. 62% من العراقيين يعتقدون أن حكومة السيد عادل عبد المهدي ستكمل دورتها 4 سنوات. نعم. جيد. البنفسجي يخص الجنوب. الجنوب 64. 64%. الأخضر بغداد. يخص بغداد 58. 58 بغداد. بغداد مو كلش راضي على سيد عادل الحكومة. زين، اكو الشمال العربي 53. نعم. اقل بس هذا وين هذا 83%؟ وين؟ اوف اوف اوف. كردستان ايضا. نعم. كردستان يعني واضح انه تعتقد انه سيد عادل عبد المهدي سيكمل 4 سنوات. نعم.
مو بس راضي عنه. لا إيه لا طبعا يتمنون انه يكمل 4 سنوات. طبعا بالنسبه لنا كمختصين في الاستطلاعات هذه هذا الموضوع يحمل وجهين، يعني مو فقط يحمل الوجه الايجابي، يحمل وجه ايجابي انه الناس تعتقد انه راح يستمر، لكن بنفس الوقت ممكن يحمل الجزء الاخر من العمله وهو انه الناس مأيسة من التغيير. اوف هاي فكره جديره بالاهتمام. نعم يعني هذا مأيسة من تغيير الحكومه لو تغيير من تغيير الوضع. لا من تغيير الوضع بشكل عام. يعني سألت واحد وقال لكم نعم يا شيء غير بالاربع بالضبط هم راح يكمل 4 سنين وما راضي بس راح يكمل بالضبط. ممكن يستبطن جوابه. نعم كثيرين هكذا يقولون بس هي تحمل الوجهين الايجابي والسلبي معا. بس بيني وبينك دكتور موضوع رضا العراقيين الكردستانيين عن حكومه السيد عادل المهدي بهذه النسبه العاليه هذا وحده يستحق دراسه. صحيح وحده يستحق دراسه. صحيح والخوض في تفاصيل ابتداء من الموازنه. نعم. الى الموازنه. نعم بعدين الموازنه هم نرجع لها. زين هسه وين نروح؟ نروح على المحور الاعلام حتى يعني للوقت. ها خلاص القسم الاول لتقييم الحكومه. يعني هو اكو بعد بعض الاشياء لكنه خلينا لانه اعتقد الوقت اللي عندك. والله لا عندنا هواي وقت. عندنا شنو الشيء في تقييم الرئاسات نعم الثلاث وادائها ما مرينا عليه؟ اللي هو تحمل المسؤولية. هل تعتقد أن رئيس الوزراء الحالي هذا بالـ 19 أي؟ هل تعتقد أن رئيس الوزراء الحالي كان قادرا على تحمل مسؤوليته مو تقييمه وإنما قادر تحمل مسؤوليته بخصوص شيء معين بشكل عام؟ بشكل عام إحنا سؤال يعضد سؤال حتى نكون نطلع بصورة واضحة. زين بشكل عام إذا تلاحظ اللي على اليمين هذا 6% هذا لا أعرف الإجابة. هذا لا أعرف الإجابة. زين الأزرق 46% يقولون كان قادرا على تحمل المسؤولية. نعم. زين 48% يقولون لم يكن قادرا على تحمل مسؤوليته. نسبة عالية. إذا قسمناها على هذا نشوف انه على المحافظات العراقية على المحافظات في كردستان تقريبا ثلث 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 تقريبا. زين الأكثر يعني اللي يقولون قادر على تحمل مسؤوليته أكبر بالشمال محافظات الشمال العربي اللي تقصد بها مثلا اللي أقصد بها الموصل ديالى صلاح الدين كركوك الأنبار نعم أيضا نسبة قريبة من 50. نعم نعم قريبة من 50 اللي يقولون قادر سيد عادل المهدي لم يكن قادر أزرق لم يكن 50-50 هي 50 تقريبا 50. تقريبا نص بنص. زين وهكذا بالجنوب أيضا اللي كان قادرا أعلى 50% وفي بغداد 41% كان قادرا. نرجع نقول في بغداد اكو مشكله واضح انه الدكتور عادل عبد المهدي يحتاج ان ينتبه الى هو هنا السؤال إلى بغداد. هو هذا هل هو يعكس راي الناس بالسيد عادل عبد المهدي لو رايه بالعمليه السياسيه عموما؟ لا قد تنعكس اراءه بالعمليه السياسيه في قد سؤالكم دقيق في هذه بحيث الاسئله انه المستطلع رايه انه ينطي اجابه تعكس واقع حقيقي. في هذه الأسئلة بالذات لا هي تتعلق بحكومة عادل عبد المهدي. عندما يذكر الاسم سايكولوجيا عندما يذكر الاسم هنا موجود مباشر راح يرتبط في ذهن المستمع. لكنه أكو أسئلة أخرى تعكس موضوع العملية السياسية ككل الرضا عن العملية السياسية ككل وراح نجيها بالقسم الثالث والثالث أبو البلاوي القسم الثالث قسم الثالث أبو البلاوي انطينا هيك فريش هذا القسم الوسطاني الثاني مع الإعلام الثاني قسمنا قسم قسمكم وراح نجي عليه العراقيون والإعلام كان اسمه نعم العراقيون والإعلام نجي على السلايد الثاني خلينا نشوف شنو هذا هل يخص العراقيين فقط انه مصدر المعلومه احنا تعودنا قبل اهلنا كانوا راديو صحيح احنا جينا التلفزيون صحيح زين خاصه بعد الثوره التكنولوجيه وموضوع الساتلايت الان واني اقرا اليوم اطلع النتائج اكو خطر يعني على الاقل يداهمنا احنا صحيح اللي كل من يعمل في التلفزيون كل من يعمل في التلفزيون زين شنو
اولا السؤال هو شنو كان السؤال عندك؟ اريد ان اتعرف على اريد وسيلة ان اتعرف على وسيله الاعلام التي ممكن ان تصفها انها اول مصدر تسمع من خلاله عن خبر او موضوع جديد. نعم الوسيله اللي من خلالها العراقي اول وسيله يسمع منها، يعني العراقي من يريد يعرف خبر وين يروح؟ وين يروح؟ وين يروح؟ تلفزيون بالضبط راديو نعطيناهم خيارات أوكي. كثيره أوكي. خلينا شتتهم. نشوف واضح انه العراقيين خلينا نبدي من على التوتال اللي على اليمين اللي على اليمين على التوتال نعم هذا توتال. اللي الكلي 51% 51.6 لا زالوا يعتمدون على التلفزيون 51.6 نعم يعني لا زال على التلفزيون نعم لا زالت النسبة الأعلى تعتمد على التلفزيون كمصدر للخبر كمصدر للمعلومة زين النسب البقية ورايحة جيد الرسب من ينافس التلفزيون يعني عندي بعد تقريبا 58% بوينت 4 نعم نعم 48 48.4 نعم اعلى شيء واللي دا ينافس بقوه ينافس التلفزيون دا ينافس اللي هو الانترنت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر كلها كل شيء كل شيء كل شيء وبالمناسبه نعم هناك خبر حتى اعطيه رقم للمواطن احنا بال2014 2010 كانت نسبه من لديهم انترنت في العراق تقل عن 40% اليوم وصلت الى 85% اللي عندهم انترنت اللي عندهم انترنت فلذلك ينافسونه هسه ينافسون التلفزيون صحيح صحيح ينافسون التلفزيون صحيح بدا ينافس 51% وكسر للتلفزيون و48% وكسر للسوشيال ميديا لا ل 36 للسوشيال ميديا 36 اكو عندك 2% لخطبه الجمعه قبل خطبه الجمعه هي راد لها سالفه وحده شو الاصفر شنو؟ الاصفر اللي هو الناس من حولي يعني يسمع من الناس يسمع من الناس يقعد بالقهوه يقعد ما اعرف وين مصدر الخبر مصدر يعتبر. الخبر من الناس من حوله و2% من خطبه الجمعه ايش خطبه الجمعه ما تنقل اخبار وكانه استبيانكم اللي يستهدف لا احنا يستهدف صلاه الجمعه لا لا بالمناسبه احنا ما أخبار. احنا ما نسال عن خطبه الجمعه شو نسوي لا. نقول مصادر اخرى نبقى بالميديا نبقى نعم. بالاعلام ونشوف قنوات التلفزيون قنوات التلفزيون شلون استطلاع الاكثر مشاهده الاكثر مشاهده انطونا يا شباب رقم ثلاثه شباب نبدي من اليسار على مستوى العراق ككل على مستوى العراق ككل اول عمودين اول عمودين عندنا العراقيه العراقيه, العراقية. نسبة طبعا الازرق اللي هو يشاهده كل يوم كل يوم يشاهد كل يوم هذه القناة زين. والأحمر اللي هو يشاهدها مرة واحدة على الأقل أسبوعيا زين. اللي هم يتابعون أسبوعيا مرة ثانية لأنه الأزرق كل يوم نعم والأحمر نعم. على الأقل مرة واحدة نعم رقم واحد العراقية العراقية 39% ثم الشرقية 38% نعم ثم ثم السومرية 34% ثم هنا بغداد ثم والفرات اثنينهم 24% لا ثم دجلة لا دجلة 23% نعم نعم 24 هنا بغداد و24 الفرات ودجلة 23% نعم الأزرق للمشاهدة اليومية والأحمر على الأقل مرة على الأقل مرة واحدة أسبوعية أسبوع طبعاً نلاحظ طبعاً هذه المعلومة الشرقية والعراقية تتنافسان من 2006 يمكن 2005 لحد اليوم على من يكون الأول مرة تطلع أولى الشرقية مرة تطلع العراقية وطبعاً تختلف بالمناطق نسب المشاهدة يعني مثلاً أنتني حسب المناطق حسب المناطق أنتني حسب المناطق حسب المناطق بالشمال العربي مثلاً الشمال العربي اللي هي نعم أوف. الشرقية أعلى بكثير 58% مقابل 38% للعراقية زين. في الجنوب العربي العراق 46% العراقية 40 للسومرية والفرات اثنين هم عندهم 40% الجنوب العربي ماكو شرقية ماكو شرقية أو تكون ثالثة 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 كمان. بالضبط ثالثة زين نروح على بغداد بغدادي بالله العراقية 51% زين السومرية 38%
في بغداد. والشرقيه ماكو؟ الشرقيه اقل من 38 بالمئة. اقل من 38؟ اي لا لا تزعلون. يقول غير معاون. لا تزعلون علي انتم عندكم غير مكان معلقين فيه. زين زين بس بشكل عام التوتال بشكل عام التوتال الان العراقيه والشرقيه تقريبا متساويه بمستوى واحد. مستوى واحد نعم زين. نعم اذا اخذنا خاصه نسبه الخطا المسموح به فتقريبا هي نفس هذا. هاي هنا السؤال على الشرقيه نيوز لو الشرقيه العامه لو ما فصلتوا ايش تفصيل؟ لا احنا سالنا هنا عن الشرقيه كمصدر للمعلومه سواء يعني هو يشوف المعلومه يعني يروح على الشرقيه نيوز يروح على الشرقيه نيوز احيانا تقدم الشرقيه عاديه أخبار ايضا. اشكرك كل الشكر جزيلا دكتور منقذ داغر الكناني نائب رئيس مؤسسه جالوب.